Twitter, un 14 septembre 1982, le président élu Béchir Gemayel a été assassiné, ici même, dans le quartier chrétien à Ashrafieh. C'était en 1982. 2023, le Liban se souvient, non seulement la communauté chrétienne maronite, mais tout le Liban. Commémoration, Béchir est toujours, tant d'années après sa mort, dans le cœur et dans l'âme du Liban. Il aurait pu peut-être sauver le Liban, mais il n'en a pas eu la chance, puisqu'il a été assassiné 15 jours après son élection. Depuis Beyrouth au Liban, Léo Nicolian. Je vous en avais parlé tout à l'heure. Qu'on avait vu en 2020 et on a نحن رح نبلش مع اكتمال وصول الوفود الرسمية النيابية والوزارية. بتمنى من كل الواقفين على الجناب في كراسي قد ما بدكم، ميشو كراسي قد ما بدكم، صرنا حاضرين. يلا ماشي. صوت الحرية والكرامة.
الحق انت الحق يا لبنان. يهمني الوطن ما كنا على المطرح دم يشهد للساحات ونستلم ايدي من عمر الرحلة وقت الحضر مساء الخير مساء بشير الشميل حملة الأكاليم دولة الرئيس غسان حصباني يوضع إكليل على نصب مقامة الرئيس بشير الشميل باسم رئيس حزب اللواتي اللبنانية الدكتور سمير جعجع. نائب جهاد مكردوني يوضع إكليل باسم تكتل الجمهورية القوية. نائب نديم الجميل بيوضع إكليل باسم عائلة الرئيس الشهيد بشير الجميل. الرفيق الشرس مانويل ضحج بيوضع إكليل باسم منطقة بيروت بحزب الهواة. رئيس جهاز الشهداء والمصابين والأسرى الرفيق شربي الأبي عائل بيوضع إكليل باسم شهداء المقاومة اللبنانية.
مساء الخير. شكرا نسرين وفرقتها، يعطيكم ألف عافية. من 41 سنة لليوم القصة هي هي، لبل مع كل سنة عم تمرق ومع كل ساعة وثانية منعيشهم منشوف إنه بشير ولا ممكن يكون مات. بشير بعده عايش فينا وبيناتنا، عم بيقطع بشوارعنا ويسلم علينا فردا فردا، بيسأل على الكبير والصغير وتحديدا بشوارع الأشرفية وزواريبها، وكأنه ما صار يلي صار ب 14 أيلول. أشرفية البشير وفي للجمهورية القوية ولقوات اللبنانية. أشرفية البشير قوات تيوقف النبض، وطالما نبضنا قوات ما رح يوقف النبض. وللقريب والبعيد، وخصوص اللي يلي قال من كم يوم بعد الحزب الأصفر إنه نحنا مش بزمن يجي رئيس يطمن العدو، ومنقول له صحيح مش بزمن رئيس يطمن العدو، ولا كمان بزمن يطمن النظام السوري والفارسي أسياده. نحنا بزمن يا بيجي رئيس مثل بشير الجميل، هو أكيد 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 موجود، يا عمره ما يكون في رئيس إذا بده يكون امتداد ليلي قبله. بشير لو من 41 سنة عدد 6 سنين بقصر بعبده، كنا من 41 سنة خلصت الحرب بلبنان وعلى شعبه بكل أشكالها، وما كان في ميليشيا مسلحة بتغدر بالعالم وبتفجر وبتجيب نيتراك وفاتحة دويلة أحسابها. بشير يلي رعبن لليوم، لحد اليوم انت وبقبرك، انت نفسنا بالأشرفية وعين الرمانة ومعراب وبشري وبكفية والكحالي والمتن كله وطرابلس وزحلي ودير الأحمر والبقاع الغربي والجبل وكسروان وجبيل والبترون وبيروت وجزين، وصولا لعين إبل أخيرا وكل الجنوب. بقينا عوعد البشير وبقيت إلنا الحرية. كلمة منسق بيروت الرفيق لي شربتي. لما سألوا لبشير كيف بتعرف لبنان؟ قال لهم 10452 كيلومتر مربع. بشير كان لبنان، كان الإيمان، كان الهوية، صار القضية. لما اغتالوه اغتالوا قلب وجسد لبنان، بس فشلوا يغتالوا فكر بشير وروح بشير يلي بعد حي فينا سيادة وحرية عوسع الوطن. بشير شهيد الجمهورية، شهيد الأول من أطلق فكرة الجمهورية القوية لما قال لهم لبنان قوي بجيشه بوحدة شعبه. بشير أول من أطلق برنامج مكافحة الفساد بإدارات الدولة وإطاعاتها، أول من دعم فصل السلطات واللا مركزية، وكان مقرر يخلي القضاء نزيه سيد على نفسه، وكان مقرر يسلط سيف المحاسبة فوق رقبة الكبير قبل الصغير. بشير كان أول من دافع عن دور لبنان التاريخي ورسالة الحوار والانفتاح والمحافظة على خصوصية كل الطوائف. خافوا بشير فقتلوه لأنه كان رجل بحجم الوطن وكان حلم بحجم رجل. عم بقول هالكلام لأنه لبنان اليوم أمام خطر وجودي حقيقي بهدد.
Thank you.